يتولى باتريسيا وسيم شوي مسؤولية العمل في هذا المساء. هذان المسعفان يغطيان الدوام الليلي في الأحياء الخطيرة لمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا، وهما تعرضا لاعتداء خلال الخدمة في العام الماضي، شأنهما في ذلك شأن الكثير من العاملين في خدمات الطوارئ، بحيث بات يتعين على فرق الإسعاف انتظار وصول قوات الأمن قبل دخول هذه المواقع. كان زميلي يقود السيارة عندما أصابها حجر فاهتزت سيارة الإسعاف برمتها، حتى أني سمعت طلقين ناريين. غير أن الحكومة الإقليمية تفتقر إلى الإمكانات، بحيث يتوجب الانتظار لثلاث ساعات تقريبا قبل تأمين المواكبة الأمنية لعناصر الإسعاف. نخشى فوات الأوان قبل الوصول إلى موقع الحادث. هذا الأمر يقلقنا كثيرا، إذ قد يفقد المريض حياته. وسجل أكثر من 100 حالة اعتداء على فرق الإسعاف في العام الماضي، إما بالحجارة وإما بالسلاح الأبيض، ونتيجة لذلك يرفض بعض المسعفين العودة إلى العمل، والبعض الآخر يطلب الانتقال إلى أحياء آمنة خارج كيب تاون. أنا أخسر عناصر لدي، فقد انتقل كثيرون للعمل في شركة خاصة غالباً ما تتجنب هذه الأحياء الفقيرة، أم أنهم اختاروا الالتحاق بوظائف في مقاطعة أخرى حيث ظروف العمل أقل خطورة من كيب تاون. عملية حراسة سيارات الإسعاف انطلقت في العام الماضي، غير أن رجال الشرطة يمتنعون عن الخروج من سياراتهم ويحتمون داخلها في الأزقة الضيقة والمظلمة. عناصر الشرطة أيضا في خطر، فهم مستهدفون من قبل المجرمين بهدف سرقة أسلحتهم. وفي حال توقف خدمات الإسعاف في المناطق الخطرة ستدفع الأسر الفقيرة الثمن، ويصل معدل جرائم القتل يوميا إلى 50 حالة في جنوب إفريقيا، البلد الذي يشهد ارتفاعا مضطردا في نسبتي الفقر والبطالة.